للقداس الحبشي مش معترف بيه؟ احنا عندنا 3 قداسات اللي هي الباسيلي والغرغوري كورولوسي، دول المستقرين في الكنيسة ودول بتوع الكنيسة القبطية، فاحنا نلتزم بقداساتنا. طبعا الأحباش ممكن يكونوا أخدوا من كنيستنا من زمان 12 قداس كانوا موجودين وبيصلوا بيهم من زمان، بس صار ده التراث بتاعهم. احنا بقى ما نقدرش انا ككاهن اروح وجايب قداس واصلي بمزاجي، لازم الكنيسة كلها توافق عليه. فحصل زمان ايام البابا شنودة ان في بعض الكهنة سجلوا قداسات حبشية، والبابا قال لا، احنا نلتزم بال3 قداسات بتوعنا، اللي عايز يزود حاجة يعرضها على المجمع المقدس عشان ما نضمنش يكون مع الزمن دخل عبارات غير أرثوذكسية أو غير دقيقة في القداسات تشوه إيماننا. وفي قوانين في الكنيسة القبطية نلتزم ب3 قداسات. وبس لأن في قداس حبشي منتشر جدا مشهور، كل الناس بتحب إنها يعني حتى تشغله وتسمعه كتير، فيمكن ارتباطهم بيه هو اللي خلى الناس تسأل السؤال ده يعني. مش رسمي يعني. أكيد.